انطلاق التلقيح بالنسبة للحجاج المعنيين بحج 2024. صباح الخير كريمة، أهلا بك، تفضلي. نعم زميلتي فيروز، تحية صباحية لك ولكل المشاهدين الكرام. رمضان كريم ومبارك لكل الجزائريين ولكل الأمة الإسلامية. إذن في أول يوم من هذا الشهر الكريم نحن متواجدون في العيادة المتعددة الخدمات حمولي حسن بالمقرية بحسين داي. اليوم إذن هي انطلاق عملية تلقيح الحجاج المعنيين بحج 2024. العملية إذن تنطلق اليوم زميلتي فيروز وتستمر من المفروض لغاية 20 من الشهر الجاري. أكثر تفاصيل فيروز توافينا بها الدكتورة بدهان نعيمة، طبيبة رئيسية هنا بالمصلحة. سيدتي صباحك سعيد، رمضان كريم. إذا اليوم هي انطلاق عملية تلقيح الحجاج، إذا ضعينا في الصورة كيف تكون العملية على مستوى العيادة. هذه المرة الثالثة ونستقبلنا الحجاج، هذا العام الثالث اللي استقبلناهم، مرحبا بهم عندنا. كان توافد كبير رغم رمضان صيام، السادسة صباحا كانوا هنا واجدين، حبوا يكونوا هما من الأوائل. نخدموا من الثامنة صباحا إلى غاية الرابعة مساء رغم الصوم، وما رفضنا حتى حاج، حتى ما كانش اسمهم في القائمة. التاريخ المواعيد ماهوش في القائمة، تقبلناهم. وكاين كونسلتاسيون تاع ميدسين جينيرال وكونسلتاسيون تاع البسيكياتر. كاين تلقيحات، كاين اربع تلقيحات اليوم، نديروا تلقيحين، والسمانه الاسبوع القادم نديروا تلقيحين اخرين. لي فاكسا اللي كاينين هو التلقيح الفاكسا انتي مينانجو، هي المينانجيت والتيتانوس، اليوم نديروهم ان شاء الله. الاسبوع القادم ديما داش الفاكسا تاع لا غريب اونتي غريبال، نديروهم فاكسا اونتي غريبال والفاكسا في بي اي. في بي اي هي الشلل، هادو نديروهم، هاد لي فاكسا اللي كاينين. الفاكسا تاع الكوفيد هذا العام غير اجباريه، يعني غير مطلوبه. الاجواء راهي تسير في كامل صفه عاديه. هذه هي سيدة بدهان، اكيد فيه مراحل ذكرتي لنا انه يعني الطبيب عندما او الحاج قبل تلقيه للقاح فيه اكيد مجموعه من الاسئله يجب ان تطرح على الحاج اذا كان فيه بامراض مزمنه. اكيد هناك معايير تتبعوها قبل ان الحاج يتلقى اللقاح. قبل ما يتلقى الحاج التلقيح كاين اسئله مع الطبيب العام والطبيب الامراض العقليه. اذا كان عنده مرض مزمن ما يمنعش باش يدير الفاكسا ديالو، ما كانش مانع، غير اذا كان عنده مرض لا غريب او برونشيت، هذا نستناو حتى الاسبوع القادم، حتى بعد الدواء نعطو لهم الدواء وموراها نعطو لهم ان شاء الله لو فاكسا. الفاكسا هو ماهوش اجباري اليوم، اذا كان مريض ما هذا مانع باش ما يديش الفاكسا ديالو، نخلو مور ما يبرى ان شاء الله نديرو له لي فاكسا. مي الامراض العقليه والطبيب العام نكتبوا كامل الادويه ديالو، الامراض اللي يتبعها، اسكو كاين امراض تمنع التلقيح ولا لا. هي ما كانش مرض يمنع التلقيحات اللي كاينين، مرض موسمي برك، اذا كان مرض موسمي ما نديرش التلقيح، ابار سا ما كانش مانع. شفنا بعض الاسئله يعني مع الطبيب والحاج كان فيه تاكيد على انه لا ادري اذا كان يعني مهم حول الانفلونزا الموسميه، حول اذا ما كان تلقاو لقاح الانفلونزا الموسميه. اذا تلقى لقاح الانفلونزا الموسميه هذا العام، هذه المره ما يديرش الفاكسا بيسك دارها هذا العام، لازم يكون هذا العام دارها، هذه المره ما يديرهاش، عنده تلقيح واحد في العام، اذا دارها المره اللي فاتت هذه المره ما نديرهاش. فيها ايضا ميم تيتانوس اذا داروا، كان عنده يتبع الفاكسه تاع التيتانوس ما نديرولوش الفاكسه تاع التيتانوس، وكان يدار تاع المينانجيت اذا اقل من 5 سنوات ما مينانجيت ما يديرش الفاكسه تاع المينانجيت. لا في بي اي كانت جديده علينا، لا في بي اي هي لا بوليو انجيكتابل، العام اللي فات اللي كانت جديده، وهذا العام هادو ما كانش اللي دارها، معناتها هذا العام نديروها لهم ان شاء الله. فيه يعني عندما يكون هناك حوار بين الطبيب والحاج بعد المعاينة، معاينة الطبيب للحاج، هل للطبيب انتم كأطباء هل لديكم سلطة انكم تمنعوا الحاج من انه بالطبع؟ وعلاش اذا كان مرض سودياليز ما نقدوش نبعثوا للبقاع المقدسة، نتأسفوا ما عندوش راح يتعب في البقاع. اذا كانت المرأة حامل في 3 تريمس
الوقت تاع الحج تاعي يكون ثوازيام تريمستر، ما نبعتوهاش ما نبعتوهاش للحج خاطر راح تتاثر لهيك خطر على صحتها، واللي يكونوا لي كارديوباتي يعني غراف ما يقدروش يتحملوا اداء المناسك الحج ما يروحوش. لحد الان اللي جاوا اليوم كامل ما شاء الله راهم بصحه جيده، ما من الامراض العقليه، ما من الامراض العقليه اللي لقينا عنده الزهايمر ما راهوش واعي، هذا ثاني ممنوع عليه يروح للحج. أكيد أنه الحجاج من كبار السن يحبوا ربما أنهم يستفسروا ولا يتحصلوا على نصائح وإرشادات كأطباء، أكيد من حلهم هذه النصائح الواجب اتخاذها ولا اتباعها في البقاع المقدسة. قلنا لهم أول واش يديروا كي يروحوا البقاع المقدسة يشربوا الماء بزاف، يدوا معهم المعقم اليدين، يدوا معهم لبافات، ما يتعبوش لباس يكون حذاء مناسب باش يقدر صحي ما يقدرش باش يكون ويدي معها أدوية ديالو ثاني، الأدوية تاعهم يدوهم معاهم باش يكونوا مام الوصفة الطبية يدوها معاه باش الوفد الطبي اللي في البقاع يشوفوا شنو يشرب الدواء ديالو. يعني كنت أضيف إضافة أنه بكل رغم هذه المتابعة والنصائح اللي قدموها الأطباء هنا بالمصالح الصحة الجوارية، لكن أكيد هناك بعثة طبية ستتكفل بالحجاج في البقاع المقدسة يعني بأتم الكلمة، هناك متابعة مستمرة من هذه البعثة الطبية. بالتأكيد دائما كاين بعثة تتبعهم الهكمة، احنا دائما هنايا نتبعوهم ونكتبوا عندهم دفتر الحاج فيه كامل الأدوية ديالهم والنصائح واش راهم يشربوا دواوات واش راهم يشربوا. سؤال يراودني الدكتورة بودهان ويراود أكيد كافة الحجاج، نحن في أول يوم من الصيام من شهر رمضان، كثير من الحجاج يتساءلون ما إذا كان، لا أدري إذا كان قدروا نجاوبوا على هذا السؤال، ما إذا كان اللقاح الذي سيتلقاه الحاج اليوم مفطر أم يعني تساءلت قبل الانطلاق في العملية؟ لو كان مفطر ما نبداوش اليوم التلقيحات، التلقيح غير مفطر لأنه فاكسة ماهيش مغذية راهي وقائية، اذا ما راهوش مفطر. وقتاش نفطروا الحاج؟ كاين الحجاج اللي راهم سوزان سولين ما راهمش ايكيليبغي يكونوا ديجا فاطرين، هذوك ديجا ما عندناش مشكل معاهم. مي الاخرين ما يفطر ما والو، ما كانش مشكل، يصوموا نورمال يرتاحوا ما يقعدوش يدوروا بيان سو كيدير الفاكسا ديالو، يدخل للدار يرتاح. اذا كاين اعراض ولا نورمالمون ما توجدش اعراض، اذا كانت اعراض باراسيتامول ولا شيء هذا واش كاين. إذن دكتورة بودهان شكرا جزيلا لك ونطمئن كل الحجاج. إذن الطبيبة بودهان تقول بأن اللقاح غير مفطر، فما على المعنيين بحج 2024 إلى التوجه للمصالح أو العيادات المتعددة الخدمات لتلقي اللقاح الذي يمتد كما ذكرنا لغاية 20 من شهر الجاري. فنتمنى إذن حجا مبرورا وسعيا مشكورا لكل الحجاج. هذا ما لدينا زميلتي فيروز، العملية متواصلة هنا بالعيادة المتعددة الخدمات حسن مولاي بالمقرية بحسين داي، ونعيد إليكم الخط.